اليوم انا حاضرين في صالون بعده شركات، يعني 3 شركات، وهي الاس بي بساتيني سعد موجوده في ولايه بليده، الاس بي رياض حمام موجوده في ولايه مديه، الاس بي مصطفى حسين موجوده في ولايه مصغانم. هذو شركات هما شراكه مع مجمع تمين منتجات فلاحيه سابقا ديكاس، حاليا 66% 34% للمجمع. اليوم رانا حاضرين بعده منتجات لهذو لي فيرم. بالنسبة للمصطبة الثانية هي مختصة في الحمضيات وفيها ثاني تربية الأبقار الحالوب، تنتج أكثر من 2 مليون لتر سنويا. بالنسبة للبساتيني سعد هي مختصة في إنتاج الحمضيات واللوزيات، اللوزيات يعني الخوخ، نكتارين، باراغواي. بالنسبة لمزرعة أسبيا لرياض حمامو مختصة بإنتاج الكارز، تفاح، عنب الطويلة. بالنسبه للمجمع تاعنا هو مجمع مختص في الفلاحه، يعني عندنا عده شركات، تبدا من الشتلات اللي هي لاسار فيترو بلون، ننتجو الشتلات. عندنا عده يعني مساحات استغلال، مزارع خاصه او في شراكه مع الدوله، وعندنا ثاني مؤسسات لتوظيف المنتجات الفلاحيه، وعندنا مؤسسات ثانيه خاصه بتحويل هذه المنتجات الفلاحيه مثل المربى وصلصات الطماطم. المجمع اليوم يعني متوجع على أكثر من 3000 هكتار، مختص في إنتاج الفواكه، وشغل أكثر من 2000 عامل سنويا. بدأت الشراكة هذه في سنة 2014، واليوم الحمد لله رانا نشوفوا الثمرات هذه الشراكة في الأسواق الجزائرية. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.